في إطار جولته الميدانية للمحافظات تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، جاءت هذه الزيارة التي قام بها وزير القوى العاملة محمد سعفان لمحافظة المنوفية، وكان برفقته المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، حيث بدأت الفعاليات بتسليم 3600 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاء أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي للعمالة الغير منتظمة، وكذلك تسليم 15 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالمنوفية. احنا النهاردة موجودين في محافظة المنوفية، طبعا زي ما قلت في كلامك في العمالة غير المنتظمة بنوزع عليها وثائق التأمين، واحنا انتوا عارفين ان احنا عاملين 190 ألف وثيقة على مستوى 27 محافظة. بالتأكيد النهاردة واحنا موجودين بنوزع على العمالة في المنوفية في حوالي اكتر من 3600 وثيقة. الوثائق ديت بنحاول بقدر الامكان ان احنا نؤمن بيها حياة العامل، يمكن زي ما احنا عارفين العمالة غير المنتظمة دايما بتتعرض للمخاطر، فبيبقى خارج الصبح مش عارف هو راجع ولا لا. قلنا ان الوثيقة دي تؤمن له حياته وتحاول بقدر الامكان يكون مستقر ومحافظ على اسرته وعلى امانها، وده اللي احنا دعانا ان احنا نعمل هذه الوثائق. ويمكن زي ما قلت هي 190 ألف وثيقة، نصيب المنوفية النهاردة منها حوالي 3600. بنحاول بقدر الامكان ايضا نضيف شيء اخر خلال هذه المؤتمر، يمكن كان هناك عقود لذوي القدرات الخاصة، وايضا كلنا عارفين ان توجيه الدولة لينا ان احنا بالنسبة للعمالة العائدة من الخارج ان احنا دايما نكون بنعرض عليهم اما فرص العمل او المشروعات الصغيرة، والنهاردة كنا قاعدين مع مجموعة منهم عشان نوفر لهم كل سبل وآليات وإزالة المعوقات نحو تحقيق مشروع صغير لكل واحد منهم. النهاردة احنا كنا بنكرم او بندي شهادات امان للعمالة الغير منتظمة، والدولة سبقة في هذا الموضوع، سبق قبل كده اثناء ازمة كورونا الدولة ساعدت هذه الفئة الاكثر احتياجا، ادتهم 6 دفعات من مبالغ ماليه وصل لكل فرد منهم حوالي 3000 جنيه، النهارده بنديهم شهاده امان، بنعمل لهم رعايه صحيه ورعايه اجتماعيه، استفاد من هذه المبادره حوالي 3000 واحد في محافظه المنوفيه، فان شاء الله الدوله مهتمه جدا بيهم وبترعاهم في كافه المجالات. يعني هي هتنفعني في حياتي، انا بطلع دلوقتي لا ليا اي حاجه، يعني تامن على الحياه، الواحد بيطلع يعالم لا يرجع لا ما يرجعش. للتامين الصحي مثلا، اي ظروف تحصل لنا، وفاة، حادث، اي حاجه يعني بتفيدني وتفيد عيالي وتفيدني في كل حاجه، ما حدش في اي حاجه ضد الحوادث ده اي حاجه، وراجل مشكورا شكرا كثيرا له. كما شارك وزير القوى العامله ومحافظ المنوفيه في البدء بزرع 1500 شجره زيتون بالمحافظه من داخل ديوان عام المحافظه ضمن مبادره هنجملها، كما التقى الاثنان بالعمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة لهم ودعمهم بفرص عمل مختلفة. احنا النهاردة كان لنا لقاء مع معالي الدكتور وزير القوى العاملة وسيد محافظ المنوفية بخصوص احنا كالعائدين من الخارج، فعرضوا علينا الحقيقة يعني تسهيلات كتيرة، اولا خيارات اللي عايز وظيفة متوفر، اللي عايز مشروع عنده فكرة مشروع، عايز قرض، عايز اي شيء، اي تيسيرات بنتقدم من خلالها من خلال المكتب المحافظة او من خلال مكتب القوى العاملة هنا في المنوفية. لنا اهتمام كتير من الدولة بالعائدين من الخارج، وطرح هم عرضوا علينا انه يشوف الافكار اللي عندنا واي مشروع احنا عاوزينه، وعرضنا انا والسيد استاذ ناصر ان احنا طالبين قطعه ارض زراعيه ان احنا الدوله تخصصها لنا زي اسوه بالخريجين، فلقينا معالي الوزير قال لنا ممكن السيد المحافظ يكون بتسهيل الموضوع ده لنا، وهنتابع ان شاء الله مع سياده المحافظ. انا واحد من الشباب كنت من عائد من خارج بلدنا، الحمد لله طمنتنا ووقفت جنبنا وحافظت علينا وزي هي وقفت بالوعد معانا. الاجتماع الحمد لله كان مثمر جدا مع سياده المحافظ وسياده الوزير، خصوصا ان احنا حاسين ان الدنيا بتتغير، يعني اهتموا بينا وبعتوا لنا اكتر من مره واتناقشنا معاه، وكان لنا طلب بسيط انا وبعض الزملاء سواء يعني ان احنا نروح ناخد قطع ارض زراعيه، وتم قال لنا المحافظ
ان في لقاءاتنا هيتم وهيخصص لنا ارض زراعيه في اماكن محدده يعني. فاحنا ان شاء الله باذن الله منتظرين ان هم ينفذوا معنا الموضوع ده. برعايه ودعم مستمر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور كبير بتقوم به الدوله المصريه في توفير حياه كريمه لكل ابناء هذا الشعب العظيم. فهي وزاره القوى العامله تطبق ذلك مع ذوي القدرات الخاصه والعماله الغير منتظمه بتامينهم ماديا واجتماعيا، وايضا حل مشاكل المصريين العائدين من الخارج بتوفير فرص عمل مناسبه لهم او دعمهم بالمشاريع المختلفه. الامر الذي يؤكد ان مصر دائما مستمره في احتضان كافه ابنائها وتقديم سبل الدعم المختلفه لتوفير حياه كريمه تليق بابناء هذا الشعب العظيم. عاصم الشندويلي لبرنامج على مسؤوليتي.